سمير غانم في ذمة الله. انتقل اليوم الفنان المصري الكوميدي سمير غانم إلى جوار ربه، وكان سمير غانم عانى حقيقة يعني من الأمرين بسبب المرض متاعه الفترة الأخيرة وقت اللي دخل في حالة حرجة، ونقلوه عائلته دينا سمير غانم وعائلته بصفة عامة لمستشفى في القاهرة. وقتها سمير غانم بدأ يتحسن شوية، لكن بعد حكاية جمعتين رجع كالعادة وبدأت حالته تتطور برشا حقيقة. نتوقعوا اللي سمير غانم يعني ماهوش باش يطول، ونهايته الجمعة ذي ديما العمر نقولوا بيد ربي، لكن هذيك هي ربي يحبه وربي يرحمه ويكتب له الجنة إن شاء الله. الحسيل وبرشا اليوم مشاهير كما أمير كرارة، كما محمد هنيدي، كما أحمد السقا، وكما برشا مشاهير يعني برشا 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 تفاعلوا مع الوفاة متاعه وقالوا ربي يرحم الفنان اللي دخل الابتسامة على صغرنا الكل وعدين صغرنا الكل نتفرجوا فيه. هو خاطر معروف في مصر سمير غانم وعادل إمام يعني من الصغرى أظن اللي فنانين كوميديين الموجودين في مصر والناجحين يزعم.